ولتسليط الضوء أكثر على الأزمة الاقتصادية في لبنان واستمرار الغضب الشعبي هناك في ظل أزمة تشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب والصحفي اللبناني علي شندب. أهلا بك معنا سيد شندب. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. مساء الأنوار سيد شندب. يعني الغضب الشعبي يتفاقم في لبنان وتأكيد على استمرار الحراك الشعبي الرافض للأوضاع المعيشية وتفاقم أزمة الكهرباء بطبيعة الحال، إلى أي مدى ترى أن هناك من يحاول تأجيج الوضع في لبنان؟ في الحقيقة الوضع في لبنان يستحق أكثر من هذا الغضب بكثير. الشعب اللبناني والغاضب أعطى لهذه السلطة ولهذه المنظومة الكثير من الفرص من أجل الاطلاع بمسؤولياتها، لكن هذه السلطة وهذه المنظومة المشكلة من منظومة الفساد والمال والسلطة والسلاح تمارس أكبر عملية إنكار في تاريخ أي بلد قد يحصل. وبالتالي الغضب الشعبي يعني إلى أين يريد أن يصل؟ هناك خوف أيضا، وهناك عقلانية لدى الحراك الشعبي من أن تذهب الأمور باتجاهات خطيرة لا يريدها اللبنانيون، على غرار ما حصل في غير بلد. نحن يا صديقي نرى ماذا حل في الكثير من البلدان العربية. دعني أقول لك مقاربة جد بسيطة، ما يجري في لبنان وبدون حرب هو نفسه ما يجري في العراق بسبب الفساد والطغمة السياسية، وهو نفسه ما يجري في ليبيا أيضا بعد 10 سنوات من عام 2011 من إسقاط نظام العقيد القذافي. نرى اليوم أن الليبيين يتسولون أموالهم في البنوك، لبنان اللبنانيون يتسولون أموالهم في البنوك بدون حرب، وهذا إنها الحرب التي تشنها الطبقة السياسية على اللبنانيين، والتي وصفها بالأمس القريب البطريرك صفير الماروني، وصف الطبقة السياسية الحكومة المسؤولين اللبنانيين وصفهم بالأعداء لهذا الشعب اللبناني. نعم، يعني سيد شندب، هل المشكلة في لبنان حقيقة هي داخل لبنان أم أنها ما هي إلا انعكاس لصراع القوى وتقاسم النفوذ على أرض لبنان؟ سيدي الكريم، المشكلة في لبنان هي مشكلة متداخلة بين الداخل والخارج، بين الداخل والخارج. نحن نعرف بأن لبنان ومعظم بلدان المنطقة فيها تدخلات معقولة، لكن هناك اليوم القصة الحقيقية أن نسبة توازن القوى التي كانت حاكمة في لبنان قد انكسرت. كان هناك سوريا والمملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة هي القوى الناظمة أو الضامنة للواقع اللبناني. هذه السيبة من القوى الإقليمية والدولية قد انكسرت، والآن تتفرد إيران في إدارة المشهد اللبناني، حتى أن فرنسا بقضها وقضيضها وهي عضو في مجلس الأمن الدولي ودولة نووية وذات نفوذ تاريخي في لبنان بسبب الفرنكوفونية وإلى آخره، لم تستطع أن تسلك مبادرة رئيسها الذي قال أنه تعرض لحفلة خيانة جماعية في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين. نعم، أيضا يعني في خضم كل ذلك هناك حديث عن توتر بين قائد الجيش وجوزيف عون وأيضا رئيس الجمهورية ميشيل عون. إلى أين تذهب الأمور في لبنان في ظل هذا الصراع؟ حقيقة أن مواقف أن يعني هو ليس صراع بين الجنرالين ميشيل وجوزيف عون. لا ننسى بأن رئيس الجمهورية هو جنرال قائد سابق للجيش أيضا. المشكلة هي وكما عبر عنها قائد الجيش شخصيا، هي مع كامل المنظومة بدءا من رئيس الجمهورية، وليس فقط محصورة برئيس الجمهورية، لكن رئيس الجمهورية كان في كلمته قد عبر عن تدخلات في الجيش في موضوع الترقيات وفي موضوع التشكيلات والموازنات وأيضا في موضوع مسار ومصير المؤسسة. هذا أمر هو أكثر من يحاول أن يمد اليد عليه رئيس الجمهورية وحزبه، وهو هنا مقنع لأن حزب الله
كان يدير الجيش بطريقة جيدة تخدم مصالحه، بقية الجمهورية حاكمة وأيضا مباشر داخل الجيش اللبناني. نعم، يعني بالنسبة لموقف قائد الجيش اللبناني، هل تراه مرضيا لعامة اللبنانيين؟ أعتقد أن موقف قائد الجيش اللبناني هو البلاغ رقم صفر الذي يسبق البلاغ. يعني في لبنان لا الانقلابات العسكرية الطوارئ للواقع اللبناني. أنا أيضا الجيش اللبناني وقائد الجيش سلام. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك. الكاتب والصحفي اللبناني علي شندب، كنت ضيفنا عبر الهاتف من القاهرة عذرا لضيق الوقت.